علي الدين يا ريس. انا وسام حضرتك. دول ولاد المجلة. اهلا وسهلا بكم يا اصدقائي في لقاء جديد من لقاءات مجلة علاء الدين داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. ايه اكتر حاجة عجبت حضرتك في المعرض؟ انا مبسوط، انا جيت النهاردة عشان انبسط وانبسط معاكم انتوا بالذات، ويا معرض عظيم، وانا في منتهى السعادة ان الجيل الجديد ده هو اللي بيعمل معايا حوار. انا مبسوط، مبسوط بيك. انت اسمك ايه الاول؟ طلال حمدي صلاح. اهلا وسهلا. انت اخبارك ايه؟ اخبار المعرض معاك انت ايه بقى؟ قولي. كويس الحمد لله، وانا المعرض كويس جدا، وانا حبيت قاعة 5 جدا لان فيها انشطة وحكايات للاطفال وهم بيستفادوا منها، وحبيت قاعة 3 علشان فيها قاعة الوزراء، وانا حضرت الافتتاحية وقابلت رئيس الوزراء. جيت كل يوم ولا جيت كام يوم؟ انا جيت كل الايام ما عدا 3 ايام. والله برافو عليك، برافو عليك. انا سلام بحضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا ايه الحاجه اللي عجبتك في المجله؟ انا برضو بشكر المهندس عبد صادق الشرباجي النهارده الحقيقه انه جه شرفنا وزار المعرض وزار الجناح بتاعكم، وده شيء جميل ورائع، وبحييك وبحيي كل زمايلك الجمال. انتوا عاملين حاله جميله، انا مبسوط بيكم جدا لان انتوا بتطمنونا على مستقبل مصر، انتوا بتطمنونا على مستقبل مصر، فكل التوفيق ليكم وكل الرعايه ليكم. تمام، شكرا جدا لحضرتك. اسمي زينة كريم. ايه الاسم الحلو ده؟ شكرا. ايه بتعملي ايه هنا بقى؟ انا هنا. لا انا هسال حضرتك. اساليني يلا. ايه راي حضرتك في مجله علاء الدين والاطفال بتاعتها؟ وحضرتك شايفه ليهم مستقبل بارز ان شاء الله؟ اكيد لازم. انت سايبه الاجازه وقاعده هنا علشان الكتب وتتفرجي عليها وتتعلمي حاجات جديده، يبقى تفتكري هيحصل ايه؟ تعلمي حاجه صح؟ يبقى هو ده المستقبل البارز، لازم هيجي من الحته دي. لحضرتك يلا. استاذ عبد المحسن سلامه، حضرتك قامه في عالم الصحافه وحضرتك قدوه لينا، وبنتشرف بوجود حضرتك معانا النهارده. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، ايه راي حضرتك في مجله علاء الدين والانشطه اللي قامت بيها خلال فتره المعرض؟ انا مجله علاء الدين من المجلات اللي بحبها جدا والداعم ليها جدا والواقف وراها جدا، لانها بتطمني على مستقبل مصر من خلال الجيل الجديد، الشباب اللي زي حضرتك كده الجميل، البنات الجميله والاولاد الجمال اللي دول هيبقوا هم مستقبل مصر. فانا بحبكم جدا وداعم ليكم جدا ومبسوط منكم ومن كل العروض اللي انتم بتعملوها. شكرا لحضرتك. زينة كريم، مراسله صحفيه بمجله علاء الدين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكي. منوره علاء الدين ومنوره الاهرام كله. شكرا لحضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. حضرتك ايه راي حضرتك في مجله علاء الدين، وكمان يعني ايه راي حضرتك في الاطفال كمان؟ طبعا مجله علاء الدين مجله المحببه ليا. ليه؟ لان احنا بنحاول ان احنا نبني جيل جديد، جيل جميل زيك الجميله كده، ده انتاج علاء الدين، فعشان كده احنا بنهتم بعلاء الدين، وفعلا مجله محببه لقلبي كمان، وربنا يوفقك. انت بقى ايه رايك في مجله علاء الدين؟ انا بحب مجله علاء الدين جدا، ومجله علاء الدين هي اللي ادتنا الفرصه ان احنا نبقى مراسلين كبار فيها. تمام. هل بتزوري بقى علاء الدين؟ بتزوري هناك، بتزوري الاهرام؟ بروح دايما الورش الصيفيه بتاعتها. والله ايه رايك فيها؟ الورش بتبقى حلوه جدا وبتفيدنا كمان. هل ليكي امنيه نقدر نعملها؟ هو حضرتك واستاذ حسين واستاذ عبد المحسن سلامه حققتوا كل الاماني بتاعتي. علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.